بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل، التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد شوطا ويتلوه الآخر ضمن تحديات وانطلاقات هذا السباق، السباق المحلي السادس. نعم، يحمل لنا في هذا اليوم أول أشواط سن الحقائق وأشواط السباق المحلي السادس. إذن حضورنا الكريم مشاهدين الكرام، التواصل يستمر وينطلق بحق حفظ الله تعالى ورعايته الشوط الثالث عشر المخصص للحقائق القعدان من مسافة 4 كيلومترات. هنالك أشواط وأسماء حاضرة للإنتاج والمنتجين، هنا 31 اسما و31 شعارا مزينة لنا أرضية لهذا الميدان. نعم، وحاضرة من أجل الناموس، من أجل الانتصار. نبدأ حضورنا الكريم ونفتتح النداء الأول للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة والباحثة عن الناموس وعن الانتصار. المركز الأول والمقدمة مع بركان لسيف بن علي بن عويضه الهاجري، يقدم لنا بركان لكن شعار خيال. مرحبا بشعار خيال الحاضرة في هذا المساء والمنتزعة للشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين. هذا هو مشاهدين الأفاضل حشيم ينطلق مع شعار، مع شعار علي بن محمد بن علي بن محمد لنديله المري، يقدم لنا حشيم مع المركز الأول. محبين هذا الشعار، محبين وجماهير هذا الشعار يا أبو علي يطالبونك بنقطة مسائية، من نقطة هذلك مسائية إضافية في هذا المساء. لكن المركز الثاني هنا الغدوم من بركان مع شعار الهاجري، والمركز الثالث شعار بن حفار. مرحبا بهذا الشعار، شعار شواهين وصيفة الشلفة، وصيفة الشلفة. نعم، هذا هو شعارها على ظهر كرار. من ينطلق مع المركز الثالث؟ العلي بن هادي بن علي بن حفار المري، يقدم لنا وجود كرار وشعاره المميز والمتميز مع كرار. المركز الرابع هنا الغدوم الوصول من قبل وجود الحماوي. مرحبا يا ابو محسن، هذا هو شعار رجل الامتار يصل ويقدم لنا انطلاقة الحماوي زيد بن محسن بن علي بن ديله المري، يقدم لنا الحماوي مع المركز الرابع. بينما خامس المراكز من الجانب الأيمن نرى الغدوم الوصول من مسموح العلي بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي، شعار مستحيل، شعار مستحيل الحاضر مع انطلاقة مسموح مع المركز الخامس. وهنا اسم جديد يتدخل دائرة النداء، القادم والمنطلق فريح الحمد بن جابر بن علي بن جرحب المري. اذا حضورنا الكريم، اذا مشاهدينا الافاضل مستمعينا الكرام، النداء الاول للمراكز الخمسة الاولى المنطلقة في هذا الشوط والباحثة عن الناموس وناموس الانتاج غير. الله الله الله. لكن حشيم يا أبو علي، من ينطلق مع المركز الأول مع الصدارة والمقدمة؟ ينطلق حشيم. الله يا حشيم، ينطلق مع المركز الأول مع الصدارة مع هذا الانطلاق المميز والانطلاق الرائع والجميل. لكن كرار يا بن حفار، ينطلق كرار نحو الإنجاز، نحو المركز الأول. يريد الناموس، يريد أن يحقق الانتصار، يريد أن يحقق الإنجاز. لكن هنا المركز الثاني نشاهد الغدوم الوصول من اللي واصل بركان السيف بن علي بن عويضة الهاجري والمبتكر. الله يا الحذر، العلي بن محمد بن صالح بن محمد بن جرحب يقدم لنا وجود وتدخل الحذر. المركز الرابع بن قريع الامبراطور، أول نداء للمستشار عبد الله بن علي بن حمد بن علي البن قريع المري. الكيل الأخير، الكيل المثير، الصدارة معك يا بن حفار مع المركز الأول. لكن الحذر، 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 الحذر. الله
الله يا الحذر 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 الحذر، صاحب السيارتين، سيارتين في الرصيد، سيارتين في الرصيد، المبتكر المحلل المميز، محلل المحللين. الله، تحياتنا وتبريكاتنا، واسعد الله مساك يا المبتكر. الله، الحذر الحذر الحذر، ينتزع الناموس بكل جدارة بكل أريحية، صاحب السيارة في مهرجان المؤسس، وصاحب السيارة في السباق المحلي الخامس، وصاحب النقطة المسائية في السباق المحلي السادس. ما شاء الله تبارك الرحمن، عداه اللوم عداه اللوم يا بن جرحب، أسعد الله مساك على هذا الانتصار وعلى هذا الإنجاز المميز. أداء الحذر المنطلق مع المركز الأول والحاضر والمتميز، وانتاجك الشخصي وسبق على أساس. سلام بن جرحب، سلام سلام المبتكر، سلام، تهانينا والناموس لمالك الحذر الحاضر بهذا المساء بهذا الأداء المميز والمتميز، وصاحب الإنجازات، نعم صاحب السيارتين، يضيف النقطة الثالثة في هذا السباق المحلي السادس.